مساء الخير على كل مشاهدي قناه الصحه والجمال في كل مكان النهارده معاكم حلقه جديده من برنامج صحتك مع العجوز صحه اطفالنا طبعا مهمه جدا بالنسبه لنا ودي يعتبر اهم اولوياتنا في اليوم الاولويات اليوميه بتاعتنا بالذات اليومين دول كمان عشان خاطر كورونا وعشان خاطر تغير الفصول والحاجات دي كلها فده طبعا بيخلينا نقلق على اطفالنا اكتر وعشان كده النهارده احنا اخترنا ليكم موضوع مهم جدا وهو موضوع الام الام البطن عند الاطفال الام البطن المتكرره معانا النهارده في ضيافتنا في البرنامج الدكتور دكتور عصام عصام العيسوي عاصم, عاصم اسفه دكتور عاصم العسوي زي حضرتك يا دكتور اهلا بيك يا اهلا وسهلا عايزين النهارده يا دكتور نتكلم عن الاطفال والالم المتكرر عندهم في يعني حوار بطنهم ده دايما يا حالينا نتكلم اكتر شويه بتوسع في حوار الالم بالنسبه للاطفال تمام بسم الله الرحمن الرحيم اولا برحب بحضرتك بالرغم ان انا الضيف على حضرتك في البرنامج وبنشكر حضرتك على الضيافه وحسن الاستقبال وبرحب بالساده المشاهدين في كل مكان وبتمنى ان شاء الله الحلقه تكون وجبه دسمه ويكون فيها رد على التساؤلات او الحاجات اللي بتشغل بال اغلب الاسر المصريه وهو الحقيقة هو ده موضوع أنا اخترته لأنه هو ده شكوى عامة عند الأمهات وعند الأطفال تيجي الأم في الاستشارات أو في العيادة تقول الولد دايماً يشكي من بطنه البنت دايماً تقول عندها ألام أسفل البطن أو ألام أعلى البطن الأمهات بتبقى منزعجة جداً من هذه الشكوى كمان الشكوى العامة مع ألام البطن اللي هي مصحوبة بقيء او احيانا يكون في اسهال او ارتفاع في درجه الحراره ممكن كمان يكون في فقدان في الشهيه وده شكوى كمان متكرره من جميع الامهات والاباء يقولوا انا ابني وزنه قليل رافض الاكل باستمرار دايما يشكي من بطنه فايه هي الاسباب فده اللي هنتناوله ان شاء الله في موضوع البرنامج النهارده ان شاء الله ان شاء الله يا دكتور حضرتك طبعاً مشرفنا النهارده وعندنا اسئله كتيره جدا جت لحضرتك بخصوص الموضوع ده خاصه ان الاطفال اغلبيتهم بيبقوا بيدلعوا يعني أم بيبقى مثلا هو عايز شويه حنان من مامته او من بابا الناس اللي حواليه تهتم بيه فبيقول انا بطني وجعاني انا مش قادر في مغص عندي مش عارف ايه فالامهات ما بتبقاش عارفه هو ده بجد ولا بي بيهزر في ساعات امهات بتاخد الموضوع لانه هزار فبتعدي الموضوع بس بيبقى مشكله فاحنا محتاجين يعني نعرف ايه ايه الفرق ما بين الدلع وايه الفرق ما بين الوجع فعلا فمحتاجين حضرتك توضح لنا ده اكتر لو في ليه حاجه طبيه. طيب هو هو ده يعني اتهام ظريف للاطفال ولكن احنا نقدر نقول ايه؟ يعني لو انا حابب افرق بين الطفل اللي بيمثل عليا او الطفل اللي هو فعلا بيتالم فان انا اشوفه هل الالم ده مصحوب بان هو الاكتيفيتي بتاعته مختلفه؟ انا عارفه بنتي او ابني الاكتيفيتي بتاعته شكلها ايه؟ النمط الغذائي بتاعه؟ النشاط بتاعه، الحركه، النوم، لو انا لقيته بيشكي من الام في البطن متكرره مصحوبه بأنه مش عارف ياكل او مش عارف ينام كويس او مش قادر يلعب او او يبقى ده معناه انه انه الـ 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 الالم ده شيء احترمه ولازم اخده في الاعتبار وادور على السبب لكن لو لقيت الطفل او سواء ولد او بنت بيشكي من الام في البطن عشان يزوغ من المذاكره او عشان يزوغ من الوجبه اللي هو مش حبيبها أو عشان ياكل الناجتس أو المأكولات اللي هي من بره، والاقيه في نفس الوقت هو اكتف وبيلعب وبيتنطط وبيروح ويجي يبقى ده بيمثل عليا. فأشوف الألم ده الشكوى بتاعته مصحوبه بحاجات تانية ولا لا. تمام يعني هو في بصراحه أطفال شاطرين جدا في حوار التمثيل ده أكيد ويناموا بقى أكيد ومش قادرين وخالص وتعبانين، بس يعني نتمنى الأمهات تتعلم بقى. يا رب. يا رب طب يا دكتور احنا محتاجين برضو نعرف من حضرتك بالنسبة لان يعني الام البطن ده بيبقى ليه اسباب يعني احنا عرفنا الاسباب او الامراض يعني ايه الامراض اللي ممكن تيجي بيبقى ليها يعني من اعراضها ان الطفل عنده وجع في بطنه او في مشكلة في المكان ده ده سؤال هايل وسؤال مهم جدا احنا لو حابين نتكلم على الام البطن المتكررة عند الاطفال هنقسمهم بس تقسيمة في الاول خالص الى جزئين اساسيين آلام في البطن تستدعي التدخل الجراحي ودي اخطر شيء لازم ده ألارم او ده جهاز انذار لازم ناخد بالنا منه ولازم نبقى عارفين ان الالم ده نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى عشان ناخد بالنا وعشان نبدا ندور ونشوف ايه المشكله لان لو الحاجه ملهاش ألم يبقى ممكن تحصل مشكله كبيره واحنا مش داريانين فالجزء الاول منهم اللي هو آلام البطن التي تستدعي أو تحتاج إلى تدخل جراحي وهو النوع الأخطر والأصعب وده بيبقى غالبا حاجة من ثلاث أسباب معروفين التهاب الزايدة الدودية وده بيبقى آلام في البطن تميل أكثر للناحية اليمين مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة وأحيانا يكون معاها قيء الحاجة الثانية الانسداد المعوي والانسداد المعوي ده بيبقى قيء متكرر مع آلام شديدة في البطن مصحوب بإمساك لدرجة أن الطفل مش قادر يعمل غازات ومش قادر يعمل حمام الألم الثالث اللي هو التهاب المرارة أو التهاب البنكرياس دول الأسباب الجراحية وفي أسباب تانية اللي هي الأسباب الأبسط أو الأقل خطورة اللي هي تحتاج إلى علاج دوائي وده بيبقى من ضمن اختصاصات طبيب الأطفال وليس طبيب الجراحة أه تمام يا دكتور احنا محتاجين برضو حضرتك توضح لنا ال الأسباب اللي هي البسيطة دي يعني عشان نبقى عارفين برضو ناخد بالنا من الموضوع ده تمام الأسباب ال ال التي تستدعي علاج دوائي أو لا تستدعي علاج جراحي ودي بنسميها الجزء الأبسط أو ال الأقل خطورة ولا يستدعي جراحة في منها حاجات مشهورة قوي والأمهات تقريبا حفظوها خلاص والأطفال عارفينها أو كلنا عارفينها اللي هي النزلات المعوية بأسبابها الطفيليات أو الديدان بأنواعها وأشهرهم الديدان الدبوسية أو الدودة الشريطية في الأطفال. كمان في حاجة اسمها الميكروب الحلزوني الذي يسبب آلام أعلى البطن. الحاجة في حاجات منسية شوية أو بعض الأطباء بيغفلوا عنها وبعض الأمهات بتغفل هذا النوع من الآلام. او هذا النوع من الامراض وهو التهاب مجرى البول في الاطفال والحقيقه التهاب مجرى البول من من ضمن الاسباب الاساسيه او من ضمن الاسباب المهمه لالتهاب لالام البطن المتكرره عند الاطفال وخاصه البنات او نقول خاصه في الاطفال قبل تعلم موضوع التويلت ان هو يدخل الحمام لوحده طب وده يا دكتور محتاجين طب حضرتك يعني تكلمنا عنه باستفاضه اكتر عشان الامهات تخلي بالها من النقطه دي خاصه ان الاطفال بتقول اللي في سن صغير ففي امهات بتسيب اولادها في حضانه فما صحيح عارفه عارفه كل حاجه عنه وحياته طول اليوم هي بره في الشغل. صحيح. أه يعني هو التهاب مجرى البول في الاطفال بتختلف الحقيقه الاعراض بتاعته بتختلف باختلاف عمر الطفل وبتختلف ايضا باختلاف المكان اللي حصل فيه الالتهاب. فاحنا بنقسم التهاب مجرى البول لو الطفل حديث الولاده طفل صغير اقل من عمر سنه عاده ما فيش شكوى مش هيقول انا بطني بتوجعني مش هيقول في الم في المكان الفلاني فهيبقى مصحوب باعياط مستمر اثناء عمليه التبول او ارتفاع في درجه الحراره او احيانا يبقى مجرد لرفض الرضاعه يعني طفل برافض الرضاعه تماما مش عاوز يرضع بدات تظهر عليه علامات الاعياء عنده قيء متكرر لما يجي يعمل حمام بيحصل عياط متكرر ويبان على وشه علامات الالم فلازم ناخد في الاعتبار التهاب مجرى البول في الاطفال الصغيرين اللي هم اقل من سنه لو الطفل اكبر شويه هيبدا يشكي من الام اسفل البطن ويبدا يحط ايده تحت منطقه السره يعني يشير الى المكان اللي بيوجعه او يعمل حاجه اسمها فيشيال اكسبريشن اللي هو تعبيرات وشه اثناء عمليه التبول بيبقى واضحه عليه ان هو في الم لو هو اكبر شويه في مرحله اربع سنين واكبر ده بيشاور على المكان ويقول اذا كان عنده حرقان في البول او اذا كان عنده بيدخل التويلت اكتر من مره واحيانا التهاب مجرى البول يظهر لمجرد حاجات بسيطه ممكن ناخد بالنا منها اللي هي التبول اللا ارادي فممكن الطفل اللي هو عنده تبول لا ارادي يكون عنده التهابات متكرره في مجرى البول واحنا بنعالج في اتجاه ثاني خالص. طب يا دكتور احنا محتاجين حضرتك تقول للامهات في البيت ايه اللي هي تقدر تعمله لحد ما تروح لدكتور اطفال تتوجه لدكتور اطفال يعني تتعامل ازاي مع الطفل؟ ايه اللي ممكن حاجات اللي تساعدها في ده؟ يعني احنا بنتكلم آه لو هنتكلم على التهابات مجرى البول بنتكلم في انه مبدئيا ايه هي الحاجات الريسك فاكتورز او ايه هي المسببات او الحاجات اللي بتساعد على التهاب مجرى البول المتكرر إيه زي ما قلنا ان هي اكتر وكومن في الاطفال اللي هم قبل مرحله تعلم التويلت يبقى النظافه المتكرره للدايبر اللي هو البامبرز النظافه المتكرره للاطفال إيه ان انا اعود طفلي الكبير شويه ان هو يغسل ايديه باستمرار قبل وبعد التويلت قبل وبعد الاكل إيه كمان اللي هو نظافه التويلت باستمرار التشيك اب على مكان الحضانه او النيرسري اللي انا بودي فيها اولادي او اطفالي لازم ابص من وقت للتاني لازم اكد عليهم في موضوع النظافه لازم اكل الاكل الهيلثي فود يعني ما افضلش اكل كاتشب واكل الحاجات اللي هي فيها املاح كتيره والمخللات وبعدين اقول لا ده انا ابني بيجي له التهابات مجرى البول متكرره لانه من الحاجات اللي بتزود معدل حدوث التهابات مجرى البول الحاجات اللي فيها املاح الحاجه الثانيه لازم الطفل اكد على انه يشرب كميات كبيره من الميه فدي بعض الاحتياطات مبدئيا لكن لو ظهرت الاعراض لازم تستشير طبيب طب يا دكتور بالنسبه للاطفال اللي هي الرضع الصغيرين اللي هو ما بياكلوش حاجه من بره هو ايه يعني اللبن الصناعي بيبقى سبب من الاسباب ده يعني كميات مثلا زياده شرب لبن زياده او شرب حاجه زياده ده ممكن ياثر على حاجه زي كده ولا ملوش علاقه هو الألبان الصناعية أو حتى لبن الأم مش الألبان الصناعية لوحدها قد تكون سبب لألام البطن المتكررة لكن هي مش لها عامل أساسي في التهاب مجرى البول يعني هنقول إن هي سبب من ضمن أسباب التهاب مجرى التهاب البطن أو آلام البطن المتكررة لأن إحنا عندنا في حاجة اسمها ميلك أليرجي أو حساسية الألبان بعض الاطفال لسبب او لاخر ما حدش عارف الاسباب الى الان إيه لحد دلوقتي احنا مش عارفين مين اللي جيله حسيت البان ومين ما يجيلوش ممكن اللي... الاسباب نفسها غير معروفه الاقي الطفل عنده حساسيه من لبن الام او عنده حساسيه من لبن صناعي او حاجه اسمها كاو ميلك الرجي الميلك الرجي قد يكون مصحوب في اغلب الاحيان بالام في البطن واسهال متكرر ونوع من الاكزيما او التهابات الجلد فده برضو من ضمن الحاجات المسببة ولكن ليس له علاقة مباشرة بالتهاب مجرى البول تمام يا دكتور طب بما ان حضرتك اتكلمنا على حساسيه الالبان عند الاطفال الصغيرين عايزين نتكلم بقى على حساسيه الطعام للكبار يعني في اطعمه معينه بتبقى هي سبب في في وجع المعده او حساسيه الطعام اصلا للطفل كمان بتديله يعني بتاثر عليه في كذا مره تانية فكنا محتاجين حضرتك تقول لنا ده للكبار بقى آه يعني هو أنا مش هتطرق قوي للكلام عن الكبار لأن ده مش تخصصي لا مش قصدي الكبار, ولكن في, الكبار في سنة قصدي الأطفال الكبار اللي هم أكبر آه من تمام هنا آه هو الحقيقة يعني إحنا ما كناش كملنا آه الأسباب أسباب التهاء الألام البطن المتكررة دي كانت هتخدمنا شوية في موضوع الفود ألرجي أو حساسية الطعام آه كنا بنتكلم على حاجة تانية اللي هي حاجة اسمها إيريتابول باول سندروم أو القولون العصبي وده مشهور جدا في الكبار واغلب الناس بتغفل انه القولون العصبي ممكن الاقيه في الاطفال كمان. مم. الحاجه الثانيه اللي هي الاتش بايلوري او الـ التهاب المعده الناتج عن الميكروب الحلزوني. والحقيقه النوعين دول اللي هو الاتش بايلوري والقولون العصبي بيثاروا او بيحفزوا بمجموعه كبيره من الاطعمه. ودي تندرج تحت سؤال حضرتك اللي هو ايه من الاكل اللي ممكن يتسبب او يساعد في الام البطن المتكرره. آه بنشبهها الاتش بايلوري انفكشن او الميكروب الحلزوني بالعيان الكبير اللي عنده بدايه قرحه في المعده او بدايه قرحه في الاثنى عشر. فبنقول له لازم تاخد بالك من التوتر العصبي بلاش نشرب آه الحاجات اللي هي مشروبات غازيه بكميات كبيره بلاش شرب القهوه بلاش الحاجات اللي فيها بيبر هي الحاجات اللي فيها فلفل الحاجات السبايسي الحاجات دي يا دكتور الحاجات مش الاطفال بتاكلها يعني ولا بتشربها يمكن الكبار شويه في حته القهوه يعني يمكن الكلام ده قديم شويه لكن احنا حاليا لا بالعكس أوه. الاطفال بيشربوا اكتر مننا اخذوا على النجتس واخذوا على السبايسي فود والفاست فودز اللي موجوده بره لان يعني طعمها احلى شويه او يعني فاني شويه وعايزين مصحوبه دايما بالخروجه ودايما باللعب والتنطيط فعنده استعداد يشرب بيبسي كتير عنده استعداد ياكل كاتشب عنده استعداد ياكل حاجات بالظبط كده فالحاجات دي, دي كلها كلها من الحاجات المساعده او الحاجات المحفزه لالام البطن خاصه في الناس اللي عندهم او الاطفال اللي عندهم القولون العصبي او ما يسمى بالميكروب الحلزوني التهاب المعده الناتج عن الميكروب الحلزوني طب احنا يا دكتور طبعا مفيش ام ما فيش ام خالص مصريه في, في العالم مش مصريه هتقدر تمنع الطفل ان هو ياكل اكل من بره فايه ايه الحل مع يعني مع الاطفال ديت ان هو تقدر تحافظ على معدته ما يبقاش ما يجلوش الميكروب ده لان هي مهما هتقول له ما تاكلش ده غلط ده وحش وحتى لما هيتعب برضه هو مش هيبطل ففي مثلا اكل معين طبيعي ممكن تعمله له في البيت ادويه معينه ايه اللي حضرتك بتنصحه للامهات بيه؟ يعني هو كلام حضرتك طبعا يحترم واحنا مهما اتكلمنا برده الطفل ذكي جدا وبيستخدم مع الام سياسه العياط وسياسه المنع ما عادتش مقبوله دلوقتي فكون ان انا امنع الطفل واقول له لا بلاش ده وبلاش ده بلاش تاكل كذا بلاش تاخد كذا آه الاطفال اذكى مننا شويتين فهيرفض حاجات كتير هيرفض يذاكر هيرفض كذا هيرفض كذا هو ممكن يرفض الاكل اصلا بالظبط هو هيست... ف... هيستخدم سياسه تانية. يعني انا لا اميل لسياسه المنع ولكن هن... هنسميها سياسه الكنترول او سياسه ال ال, ال... ال... التحفيز او ان انا ادي له مكافئات بمعنى اذا انا مضطر ان هو الطفل يشرب بيبسي او مضطر ان هو ياكل ناجتس فانا هحاول اعمل بالانس يعني اعمل توازن شويه بمعنى ان انا اكله هيلثي فود وما فيش مانع من وقت للتاني برضه اسمح له بحاجات بسيطه من الاكل سبايسي اذا كان ده بيعجبه او اذا كان ده يستميل رغباته لكن في نفس الوقت انهي اليوم دايما بكوبايه زبادي خيار الحاجات اللي هي المرطبه آه على اساس ان انا اعمل بالانس شويه في موضوع الاكل الناجتس او السبايسي فود تمام يا دكتور آه طب يا دكتور بالنسبه لحضرتك لما شرحت لنا الزايده اللي لما بتيجي للطفل بتيجي بترجيع وبسخونيه في امراض تانية غير الزايده بتيجي بترجيع وسخونيه وامتى الام اصلا تبدا تقلق لما الطفل يرجع يعني مثلا ليها عدد مرات معين أم ليها طريقه معينه يعني بيبقى فيه حاله معينه لطفل بيوصل لها فده لازم الام تاخد الخطوه دي لان في اطفال بترجع من الخوف يعني متوتره من امتحان متوتره من حاجه بترجع من الخوف فده ازاي تعرف الام تعرف ان دي مشكله. أه يعني احنا بنقول الترجيع من ضمن الحاجات الـ الاعراض اللي هي مهمه والاعراض اللي هي تحترم في الاطفال زيه زي الصداع. من الحاجات اللي احنا لازم نحترمها في الطفل بمعنى ان انا طفلي لو رجع او جاله صداع لازم ابقى حذر واركز شويه معاه طيب لو القيء ده حصل وانس مره واحده وغير مصحوب باي اعراض تانيه حصل وانا راكب العربيه حصل نتيجه توتر حصل نتيجه انه هو بياكل شارق او حصل اي حاجه مره واحده وخلاص القيء اختفى او ما ظهرش عندي اي اعراض تانيه خلاص انا ممكن اتناسى هذا الموضوع لكن إذا القيء متكرر ومصحوب بآلام في البطن يبقى لازم أحط في دماغي إن ده مؤشر لحاجة تانية طيب إذا كان مصحوب ب... بإمساك مزمن الطفل بيصوت من بطنه بيرجع وفي نفس الوقت مش قادر يعمل تويلت خالص مش قادر يعمل جازس فلا يبقى ده لازم يتعرض على حد جراح ولازم يتعمل له بعض الأبحاث منها إشعة عادية أو إشعة تلفزيونية على البطن عشان أشوف السبب إيه. لكن في حاجة أبسط من كده أنه لو القيء مصحوب بإسهال يبقى أنا خلاص هو الترجم عندي لنزلة معوية يبقى ما فيش خوف قوي زي الخوف القيء لوحده يعني احنا بنقول دايما كنا بنسأل الطلبة في الكلية كلية الطب أو الدكاترة اللي هما تحت التدريب أنهي أخطر لما يجي طفل بيرجع ولا طفل بيرجع ويسهل فبيتبادر للذهن أنه اللي بيرجع بس هو الأسهل زي باقي الناس لا هو اللي بيرجع لوحده فقط ترجيع ممكن يكون اسباب كتيره جدا ممكن تكون حاجه بسيطه وممكن تكون حاجه كبيره قوي لكن ترجيع واسهال غالبا ده نزله معويه فما بقلقش منه تمام يا دكتور يعني هو تقريبا الدكتور وضح كده لكل الامهات اللي تخلوا بالكم بقى من الحته بتاعت الألام البطن دي طب يا دكتور احنا كنا عايزين نعرف من حضرتك ان هل الام البطن دي ممكن تاثر على الصدر يعني بتتعب مثلا تتعب له صدره لما هو طفل بيجي ساعات في اطفال بتقول بطني بطني وجعاني وصدري كمان تعبني ده بيبقى ليه علاقه بمرض معين ولا ده برد يعني عادي يعني يعني هو لولا ان انا عارف ان حضرتك مش طبيبه كنت اشك انك انت درست معانا في كليه الطب <applause> الحقيقه ده ال 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 السبب الاخير من الام البطن المتكرره حاجه اسمها حمى البحر الابيض المتوسط حمى البحر الابيض المتوسط من اسمها هي منتشره في الدول المحيطه هي بحوض البحر الابيض قوي. المتوسط بالظبط كده من اسمها حمى يعني مصحوبه بارتفاع في درجه الحراره احيانا. تصيب منطقتين معروفين جدا اللي هي الام متكرره في البطن والام متكرره في الصدر. فلما يجي الطفل غالبا بعد عمر خمس سنوات يشكي انا حضرتك على السن بتبدا أيوة من امتى؟ بالظبط هو سنها تقريبا من بعد عمر خمس سنوات. يجي لي بيشكي من الام في البطن نوبات الام في البطن مصحوبه بالام بسيطه في المفاصل قد تكون مصحوبه بارتفاع في درجه الحراره او بدون حراره للعلم لانه في جزء منها اوقات بيجي بعدم ارتفاع في درجه الحراره النوبات دي تتراوح من شهر الى شهرين او ثلاث شهور كل فتره معينه بيجيله الالم مصحوب بحاجه اسمها انسداد وظيفي للامعاء يعني ايه انسداد وظيفي يعني هو ما عندوش قيء متكرر ما عندوش انسداد معوي جراحي يستدعي تدخل جراحي ولكنه مش قادر يعمل تويلت ومش قادر يطلع غازات فده بيسبب له الام شديده وده بيفضل معاه 3 شهور يا دكتور؟ لا يجي كل ثلاث شهور او كل شهرين تقريبا يفضل مع الطفل يومين او ثلاثه ماكسيموم خمس ايام ويختفي ويرجع تاني بنفس النوبات وكل طب واليومين دول يا دكتور بياخد فيهم علاج او ادويه او احنا أي حاجة؟ احنا بعد كده هنتكلم في العلاج طبعاً. احنا بنقول هو النوع ده من الالام البطن المتكررة قد يكون مصحوب بالتهاب في الغشاء البلوري المغطي للرئة فيجي بألام في الصدر زي ما حضرتك كنت بتسألي أيوة. هل الطفل يجي له ألام متكررة في البطن مصحوبة بألام في الصدر فده بيحصل فعلا أنه ممكن يجي له ألام البطن كل شهرين أو ثلاثة مصحوبة بألام في الصدر مش قادر ياخد نفسه كل ما يجي يعطس أو يكح أو يتحرك يحس بألم شديد في منطقة الصدر وأحيانا الأهل يخافوا ويقولوا ده الولد عنده مشكلة في القلب ويجروا على دكاترة القلب وهي القصة ملهاش علاقة بالقلب خالص بس لو حصل الكلام ده بسأل دايما على التاريخ المرضي في الأسرة لأن حمى البحر الأبيض المتوسط هي فيها جزء خلل وراثي بمعنى إن هي موجودة في حد تاني من الأسرة يعني ممكن تكون مرض وراثي أصلا بالظبط كده لانه الطفل مش هيقدر مش هيجيله له الاف ام اف او مش هيجيله له الحمى البحر الابيض المتوسط الا لو هو واخد تو كوبيز واخد يعني الجين الوراثي واحد من الاب واحد من الام الا في حالات بسيطه قوي اللي هي بنسميها الطفره الوراثيه اللي هو يعني ده الولد المحظوظ اللي هو اول واحد في العيله يجيله هذا المرض تمام يعني هي مش شرط تكون وراثيه وبس اغلبها, أغلبها وراثيه بالظبط تمام بالضبط. يا دكتور طيب احنا عايزين حضرتك برضو تكلمنا اكتر عن ازاي بقى العلاج بتاعها يعني حضرتك بتقول ان هي بتجيله كل ثلاث شهور يومين فهو في الثلاث شهور دول هو ما بيتعالجش هو ايه اللي بيحصل له واليومين دول هو بياخد فيهم علاج يعني هو كورس علاجي بيبقى الدكتور اصلا عارف ومحدده ليه انه كل ما يجيله اليومين دول يلا نديله العلاج ولا بيبقى ماشي ازاي أه هقول لحضرتك هو ده سؤال حلو جدا يعني أه وفي ناس كتير يعني متخيلة أنه هو عشان بيجي لي يومين ثلاثة و... ويختفي أنا مش محتاج أخد غير المسكنات فقط أثناء نوبة الألم ولكن النوع ده من ألام البطن المتكررة بنسميه حمى البحر الأبيض المتوسط الحقيقة هو مش موضوع سهل زي ما الناس متخيلة فهو ليه علاج دوائي انا طبعا مش حابب اقول اسماء ادويه من غير اسامي احنا برنامج. بس نوضح اه ناية. هو دواء معروف والناس كلها عارفاه لحمى البحر الابيض المتوسط كان يستخدم قبل كده للنقرس الدواء ده بناخده بجرعات معينه اثناء النوبه بتاعه الالم ولما يروح الالم افضل ماشي على جرعه وقائيه اللي بنقول عليها بروفيلاكسس بمعنى إن انا عارف ان النوبه دي هتجيله تاني بس ممكن بعد شهر او اتنين او اكتر فانا بديله جرعه وقائيه من هذا العلاج يفضل ماشي عليها فتره لحد ما يبدا يحس بالألام مره ثانيه وهو بيبقى العيان ده حفظ خلاص طبيعه الالم بتجيله ازاي وبتبدا امتى وبيحس بيها فبنقول له انت هتمشي على جرعه وقائيه وليكن مثلا قرصه أرصى او قرصين في اليوم لحد ما تبدا تحس بالالم بعد شهر او اتنين او ثلاثه انت وحظك وانس انك حسيت بالالم بدات تظهر يبقى لازم تزود الجرعة لأنك انتقلت من مرحلة الوقائي إلى مرحلة العلاج فتلحق نفسك قبل ما الألم يزيد يحتاج برضو الطفل ده مش بس أنه يمشي على العلاج وأبقى فرحان قوي أنه هو ماشي على العلاج الوقائي أو العلاج الدوائي اللي أنا ماشي عليه في بعض الأبحاث لازم أعملها له كل فترة في حاجة اسمها سيرم أميلويد أي بروتين ده نوع من البروتينات للاسف هو بيتراكم في الدم وبيزيد في الاطفال اللي هم مش عاملين كنترول على المرض. كلما زادت النوبات كلما تكرر الالم بتاع حمى البحر الابيض المتوسط يكون هذا الالم مصحوب بارتفاع في نسبه اللي هو سيرام اميلويد A بروتين والنوع ده من البروتينز بنعتبره زي ماده الاسمنت او ماده الحديد اللي هو بينصب داخل الانسجه بتاعه الجسم. فبيدمر لي حاجات كتير واهمهم الكليه فممكن ابص الاقي الطفل ده لا قدر الله بعد سنوات معينه نتيجه خلل في العلاج او نتيجه عدم اهتمام الام او الاب بالعلاج او نتيجه عدم الانتظام في العلاج واللخبطه تكرر الالم اكثر من مره وبقى مصاحب بارتفاع شديد في نسبه الاميلويد اي بروتين وحصل مشاكل في الكليه وفي... كده ننصح المشاهدين طبعاً. ان هم لازم يتابعوا مع يعني طبعاً. لازم يا جماعه نتابع مع دكتور مش معنى ان هو ليه علاج واحد بس بياخده ان احنا نفضل مستمرين عليه من غير ما نرجع للدكتور فعشان خاطر نخلي بالنا برضو على اولادنا ولسه برضو يعني عايزين نكمل مع حضرتك اكتر بس هنطلع لفاصل وهنرجع لكم تاني تستنونا لسه مكملين معاكم برنامج صحتك مع العجوز ومعانا دكتور عاصم العيسوي استشاري اطباء الاطفال وحديثي الولاده ورئيس قسم الاطفال في مستشفى العجوز اهلا بحضرتك يا دكتور اهلا بيك يا اهلا وسهلا عايزين بقى دكتور نكمل بقيه احنا كنا الموضوع اللي كنا بنتكلم عليه اللي هو حمى البحر المتوسط هي بتفضل يعني بتبدا مثلا من سن خمس سنين زي ما حضرتك قلت بتفضل لحد سن معين وبعد كده الموضوع بيختفي ولا هو مرض مزمن معانا هو الحقيقة من الأمراض المزمنة للأسف يعني بنسميه فور لايف خلاص وانس إن هو الواحد عنده الاستعداد الوراثي أو هو إيجابي لحمى البحر الأبيض المتوسط ظهرت الأعراض عنده عمر خمس سنوات أو أكثر حسب موعد ظهورها لكن الحقيقة إن هو هيفضل موجود معاه طول عمره فاحنا كل اللي محتاجينه انه يبقى كنترولد مش اكتر يعني احنا عايزين يبقى فيه كنترول ومتابعه على اساس نتفادى بس الاعراض الجانبيه للعلاج كمان ونتفادى التطورات للحاله نتفادى المشاكل بتاعة السيرام اميلويد اي بروتين اللي كنا اتكلمنا عليه مع حضرتك قبل الفاصل. هو المفروض يا دكتور يعمل التحليل ده او الابحاث دي المفروض تتعمل فتره كل قد ايه؟ يعني هو المفروض بتتعمل كل ست شهور او كل سنه على الاقل السيرام اميلويد اي بروتين وكمان ناخد في اعتبارنا انه لازم يكون ان بين يعني هو يكون في فتره الالم او في فتره الوجع يعمل فيها السيرام أو اي بروتين مش في الوقت اللي هو سليم وما عندوش اي الم خالص تمام طيب يا دكتور يعني حضرتك دلوقتي بتنصح الامهات ان لو عندها اي طفل تعبان يعني طفلها عنده حمى البحر المتوسط ان هي لازم يا جماعه نتابع مع دكتور يا جماعه كفايه ان احنا نروح ناخد دواء من اي حد ونستخدمه ده غلط جدا فالدكتور لنا الكلام ده كله وفي حاجة تانية كمان أنه لازم كل ما أروح لأي دكتور وأنا عندي ألام في البطن لازم أذكر أن الطفل ده عنده حمى البحر الأبيض المتوسط وأفكر الدكتور مرة واثنين وثلاثة لأنه للأسف بعض الأطباء أو أغلبهم أطباء جراحة على مستوى عالي من الخبرة ولكن هو بيشك من الألم الشديد في البطن انه ممكن يكون في سبب جراحي فبيضطر انه يعمل حاجه اسمها اكسبلوريشن او يفتح على اعتقاد منه ان دي زايده او الام في البطن جراحيه والاهل ما يكونوش يعرفوا اصلا موضوع الحمى البحر الابيض المتوسط فاحنا عندنا حتى من ضمن الحاجات اللي بنشخص بيها حمى البحر الابيض المتوسط ان جزء كبير من العيانين بيقولنا عاملين الزايده فيجي الام اه بالظبط كده فبيجي الالام المتكرره في البطن يتعرض على دكتور الجراحه دكتور الجراحه بيشوف التحاليل بتاعته بيشوف الابحاث يلاقيها كلها كويسه بالرغم من كده الطفل عمال يصوت من بطنه مش طايق حد يلمس بطنه نهائي ومعروف طبعا في الطب ان الزايده كلينيكال diagnosis زي ما بنقول يعني هو قرار للجراح وليس مجرد ابحاث او اشعات يعني لو الابحاث والاشعات كلها سليمه والجراح قراره اني انا افتح يبقى قراره يحترم لان الزايده ممكن تيجي تخدع اي حد فجزء كبير من التهابات البطن المتكرره المصحوبه بحمى البحر الابيض المتوسط جزء كبير من الناس دي بنلاقيهم اوريدي عملوا الزايده خلاص أوه، فهو أوه. اصلا يعني عالجوا حاجه تانية خالص وتاخروا في العلاج بالزبط. من المرض ده طب أوه. يا دكتور احنا بنسمع دايما عن المراره مرض المراره ان أيوة. هي بتبقى موجوده دايما شائعه ما بين الكبار يعني بيقولوا انها بتيجي للكبار على طول ومفيش حد بيقتنع انها بتيجي للاطفال احنا بقى عايزين نستغل الفرصه دي ونعرف هي فعلا المراره ممكن مرض يعني التهاب المراره ده ممكن يبقى هو سبب من اسباب الام البطن المتكرر عند الطفل هو زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي انه المرارة او التهاب المرارة المصحوب بزيادة سمك جدار الحوصلة المرارية او يصل الى تكون حصوات داخل الحويصلة المرارية الكلام ده كنا بنلاقيه زمان في في السن الكبير واكتر بنلاقيه في السيدات خاصة اللي هم حوالين سن الاربعين وبتكون كمان عندها شوية سمنة او هي من النوع اللي بتعز الاكل شويتين. ف ده كان عادي وكان بنشوفه باستمرار في الكبار لكن للاسف نتيجه تفشي او ظهور او زياده ظهور مرض السمنه في الاطفال ونتيجه الانماط الغذائيه اللي هي غير طبيعيه زياده الكوليسترول والدهون وزياده الدهون في الوجبات والناجتس والشوكليت والحاجات اللي احنا بنشوفها كتير في السوق الحاجات اللي بتزغل العلين الاولاد الاولاد اللي هم ما بيعملوش اكسرسايز بالقدر الكافي مش مشتركين في نوادي مش عايش هيلث ستايل مش مش بيلعب رياضه مش بياكل كويس فظهرت او بدات تظهر عندنا التهابات في المراره وكمان لقينا حصوات في المراره بتبقى موجوده في الاطفال اذكر كان في حاله عندنا في المستشفى يمكن كان سنها حوالي ثلاث سنوات او ثلاث سنوات وحاجه بسيطه عندها حصوات في المراره ودي كانت غريبه جدا ثلاث سنين وجالها حصوات منين <applause> يعني ما من هو إيه؟ جات لها منين هو المراره هي فكره ايه هي المراره وبتشتغل ليه او بتشتغل امتى هي المراره دي عباره عن حويصله موجوده بجوار الكبد بتحتوي على سائل او افرازات معينه الافرازات دي بتطلع بعد ما الواحد بياكل الوجبه واكثر لما تكون الوجبه فيها دهون كتير فالسوائل دي او الحاجات دي بتحمل انزيمات معينه وحاجات للهضم عشان تدوب الدهون يعني انا كل ما اكل وجبه فيها دهون اكتر كل ما انا هشغل المراره اكتر فكانت الام للطفله دي للاسف كانت بتاكلها تشوكلت يوميا في اكتر من اربع مرات او خمس مرات يوميا على مدار سنتين يعني هربيض. اه فهي اكلت كميات من بالظبط بالظبط <applause> اكلت كميه من الشيكولات يعني تساوي 10 15 سنه للشخص العادي فده سبب التهابات في جدار المراره وبدايه ظهور حصوات في الحويصله المراريه ده كمان يا دكتور يعني حضرتك كده يعتبر بتوجه رساله للامهات ان الشوكليت والحلويات والحاجات دي ما طبعًا ينفعش احنا كده كده بنقول انها غلط يعني المفروض انهم عارفين الامهات عارفين ان غلط اصلا الحلويات دي بس دي يعني الشوكليت عملت مشكله لطفله ودخلتها عمليات وهي لسه ثلاث سنين صحيح. يا جماعه هي زي ما قلنا في الاول احنا ضد سياسه المنع تماما لأنه الطفل لازم نحترم الميول بتاعته والرغبات لازم نحترم أنه هو برضو طفل صغير فمش هيقدر يستوعب قوي أن أنا بلاش كذا وبلاش كذا زي ما قلنا في بداية البرنامج ولكن أعمل كنترول على الأطفال ما سيبش الطفل يأكل زي ما هو عاوز ما سيبش الطفل يشتري الحاجات اللي هو عاوزها أقلل من الدهون شوية لو أنا مضطر أن أنا أكل حاجات فيها دهون لازم يبقى على الجانب الآخر أعمل اكسرسايز اعمل مجهود اخلي الطفل يتحرك ما يبقاش قاعد على التابلت او الايباد بتاعه وعمال يلعب طول اليوم وعمال ياكل وابص الاقي الموضوع زاد عندي وبقى فيه سمنه مفرطه عند الاطفال احنا النهارده بنشوف اطفال اوزان خياليه الحقيقه فدي دايما بتبقى مصحوبه بالام الام في البطن نتيجه التهابات في المراره الام في البطن نتيجه قولون عصبي الام في البطن نتيجه تكون حصوات في الكليه من انواع معينه من الفواكه غريبه بقينا نسمع عنها للاطفال بالزبط. كانت حقيق. بتيجي للكبار زمان يعني حضرتك دلوقتي يعني في الجزء الاولاني من الحلقه كنت بتشرح لنا الميكروب الحلزوني والقولون العصبي الحاجات دي بتيجي للكبار فين يا دكتور بقى الديدان والطفيليات فين فين الامراض بتاعه الاطفال دي <applause> لا لا موجوده <applause> للاسف من هي ما زالت موجوده الام البطن الاطفال برضو طبعا طبعا عايزين حضرتك برضه تكلمنا عنها يعني دي ازاي <applause> لو حضرتك تفتكر احنا في اول برنامج قلنا الاسباب المشهوره لالام البطن المتكرره وقلنا في جزء منهم الامهات والاطفال كلهم عارفينه وهو النزلات المعويه وباسبابها سواء بكتيريا او فيروس او طفيليات وقلنا الديدان بانواعها الديدان الدبوسيه اشهرهم والديدان الشريطيه وانواع تانية معروف للكل أن الأنواع دي من الديدان تبقى أكتر في الأطفال الصغيرين اللي هم في سن النيرسري أو في سن الكيجي اللي هو لسه ما تعلمش أوي أو ما أوي على المستوى النظافة المطلوب ان هو ازاي يغسل ايديه وازاي يعمل كذا وبلاش يحط أرقد في ضوافره وبلاش يعمل السلوكيات اللي هي مش مظبوطه يعمل كنترول على نفسه في الاكل يعمل كنترول او يبقى حذر اثناء استخدام التويلت بتاع الاماكن العامه سواء المدرسه او الحضانه او اي مكان تاني مكان ترفيهي زي النوادي مثلا لانه العدوى دي اغلب انتشاراتها بتبقى مش من البيت لانه البيت لو هنفترض اللي موجودين في البيت كام واحد؟ تلاته اربعه خمسه فالام قادره على نظافه التويليت بتاع المنزل قادره على ان هي تعمل كنترول من وقت للتاني وعمليه تطهير ولكن في الاماكن العامه او المدارس او الحضانات للاسف بيبقى الاعداد كبيره والكنترول بيبقى اصعب كمان السن اصغر وبالتالي فرصه حدوث او تكرار الطفيليات او الديدان في الاطفال بتبقى اكتر أه الحقيقه هي اعراضها متكرره زي ما قلنا اللي هي الام البطن المتكرره أه فقدان الشهيه شحوب الوجه نتيجه وجود انيميا بعض البقع اللي تظهر في الوجه أه الطفل بيجي ينام بالليل بيحس بالام حوالين أه فتحه الشرج مش قادر ينام أه في قلق شويه بيحس بالام في المنطقه دي أه أه يعني بيبقى لو انا سالت على سلوكيات الولد ده او الطفل ده هعرف بسرعه ان هو مش بياكل هيلثي فود بياكل ناجتس كتير بياكل حاجات من الماركتس بياكل بطريقه غلط من النوع اللي هو عنده مشكله في أنه هو ممكن يحط صباعه في بقه او بيقرقط ظوافره في امهات بتيجي تشكي تقول ان انا بالرغم ان انا بقص ضوافر الطفل لكن هو على طول حاطط صباعه في بقه على طول بيقرقط في ظوافره زي ما يكون عنده حاله نفسيه آه، تقريبا انا مش بلحق اقصهم له لان هو بياكلهم فدي مشكله كبيره جدا فدي مشكله طبعا كبيره جدا من الاطفال عندها المشكله دي بنحاول نعالجها معالجه نفسيه شويه على قد ما نقدر بنحاول نشغل الطفل شويه يعني على اساس ان احنا نتفادى تكرار الديدان الدبوسيه او الديدان او الطفيليات عموما للاسف الـ الـ الانواع دي من الديدان بنسميها السهل الممتنع بمعنى ايه السهل الممتنع ان هي علاجها مش مكلف الحذر منها مش صعب ولكن احنا بننسى بسرعه وبنتشغل والاطفال دائمه الاخطاء واحنا نفسنا برضه دائمين الاخطاء وبالتالي الموضوع ده بيتكرر مره واثنين وعشره فمش معنى ان انا اديت لابني او بنتي علاج للديدان الدبوسيه او الطفيليات انه معناها خلاص الموضوع انتهى وانه ما عندوش الشكوى دي لا انا كل فتره اعمل تشيك اب على الولد او البنت واعمل ستول اناليسيز اللي هو تحليل البراز عشان اشوف اذا كان في طفيليات جديده او اي حاجه تاني ظهرت يعني ابقى اوير بالموضوع وابقى مركز معاه شويه بس يا دكتور انا عايزه اسال حضرتك سؤال هو الطفيليات والديدان ديت بتيجي في وقت معين في سن معين للاطفال ممكن تختفي بعد ما بيبدا يهتم بنظافته والاكل والحاجات دي كلها بس الجرثومه الحلزونيه او الميكروب الحلزوني ده هو ممكن يستمر مع الطفل لحد ما يكبر لأنه هو يعني احنا عارفين هو تقريبا بيروح وممكن يرجع تاني بسبب سلوكيات الاكل والحاجات دي كلها صحيح. فاحنا محتاجين من حضرتك تقول لنا طيب يعني ده ملوش حل يعني ملهاش حل مثلا ان ده ما يرجعش تاني الجرثومه الحلزونيه لان الديدان دي خلاص هي بتروح بعد سن معين برده آه عند الاطفال ويا حضرتك برده توضح لنا ده ممكن يبدا من امتى يعني لو فضلت الديدان مكمله مع الطفل بعد عمر معين ان ده يبقى في حاجه خطر زي ما قلت لحضرتك ان هو الديدان الدبوسيه بنسميها السهل الممتنع وما زلت بكرر الجمله دي ان هي الحمد لله يعني هي مش حاجه خطيره ولكن هي متكرره ومزعجه للاسره للاسف الديدان الدبوسيه كمان معديه لباقي الاسره عشان كده بنقول ان لو طفل عندي في البيت عنده الديدان الدبوسيه بوزيتيف او عنده الاعراض واضحه وصريحه حتى لو تحليل البراز فري ما اي حاجه يبقى انا لازم ادي له العلاج بتاع الديدان الدبوسيه والمفروض او الصح ان انا ادي الاسره كلها الاب والام كل من هو موجود في المنزل حتى اذا ما كانش عنده الاعراض وما يعني كانش عنده الشكوى واضحه وصريحه يا دكتور لو سمحت الاعراض بتاعت الديدان الدبوسيه دي واضحه وصريحه دلوقتي. احنا قلناها اللي هي الام في البطن متكرره، فقد الشهيه، آه الام في منطقه الاعضاء التناسليه اكتر عند الاطفال. إيه زي ما قلنا فقدان الشهية أو إحساس بالألم أثناء الأكل يعني شكوى عامة الطفل مش عاوز يأكل لما أغصب عليه على الأكل أو يقول أنا جعان مجرد أن يقعد على الأكل يأكل لقمتين ويقول لك مامي أنا خلاص مش قادر بطني وجعاني فدي شكوى واضحة للديدان الدبوسية أو الطفيليات عموما إيه للأسف زي ما قلنا الطفيليات دي معدية نفس الكلام الاتش بايلوري انفكشن أو الميكروب الحلزوني هو كمان معدي كمل معانا لحد عمر بالزبط كبير بالزبط يعني مالوش ده بقى الوحيد إنه ملوش سن هو ملوش سن بالظبط وهي وهي كمان الديدان الدبوسيه ملهاش سن بس هي اكتر في الاطفال الصغيرين H-Pylori تبقى الصغير. اكتر في الكبار, الكبار بالظبط كده كل ما السن كبر كل ما الستريس زاد كل ما النمط الغذائي البيبسي القهوه الحاجات اللي فيها سبايسي فود شويه يبقى ان انا اخف من الموضوع ده اصعب شويه والميكروب الحلزوني هو نوع من البكتيريا مش طفيليات هو نوع من البكتيريا بيصيب الجدار البطن خاصه جدار المعده جزء معين من جدار المعده او بدايه الاثنى عشر وبيسبب لي ما يشابه بالقرحه او قد يصل الى مرحله القرحه ويبقى مصحوب بالام اعلى البطن مش اسفل البطن، بيبقى الام اعلى البطن اللي هو بيقول دايما الم في فم المعده. قد يكون مصحوب بقيء متكرر او شكوى آه العلامات الاولى، يعني احنا بنقول دايما آه الاكتشاف المبكر او او الشك المبكر في المرض الفلاني كل ما الدكتور يكتشف الموضوع ده بدري، كل ما يبقى العلاج اسهل وكل ما يكون فرصه الشفاء منه اكبر. فلما يجي لي الطفل يشكي من حموضه احيانا بيقول انا حاسس ان بطني متعوره بالظبط بالظبط حرقان في الحته دي او حموضه او حاسس ان في حاجه سخنه بتطلع لفوق انا ما استناش لمرحله القيء وانه هو يدخل فعلا في التهاب في جدار المعده مجرد انه يحس بالحموضه مجرد انه بيتكرع فريكوينت مرات متعدده بطريقه مبالغ فيها شويه أنه هو بيجيله تكريعه متكرره كل شوية مامي أنا عندي حموضة أنا الحتة دي بتوجعني أنا حاسس بمية سخنة طالعه لفوق دي كلها تنصب تحت مسمى الجاسترايتس أو التهاب المعدة اللي هو أول حاجة تحصل في الميكروب الحلزوني يبقى بسرعة أنا أبدأ أحط في دماغي أني لازم أغير النمط الغذائي دي أول حاجة أشوف إيه الاسترس اللي على الطفل ده هل امتحانات هل في حاجه معينه بيشرب قهوه، بيشرب شاي، بياكل تشوكلت كتير، بياكل حاجات حراقه شويه، بياكل مخللات، بياكل حاجات فيها فلفل، بياكل كذا، يعني ابدا اظبط نفسي في الماكولات شويه آه بعد كده ابدا المرحله العلاجيه اللي هي كل الادويه المضاده للحموضه، يعني ادي ادويه مضادات للحموضه في الفتره الاولى، ممكن الموضوع يخف، لكن لو فعلا في اتش بايلوري انفكشن اللي هو الميكروب الحلزوني في البطن انا بحتاج ان انا ادي علاج دوائي ويحتوي على يعني هو مركبات فيها ثلاث حاجات مضادة حيوي بالضبط كده برافو عليك برافو <applause> عليك انت عارفاه اكتر مننا أيوه. يعني بيبقى فيها جزء مضاد حيوي على جزء مضاد للترجيع على حاجه للحموضه بيبقوا ميكس لطيف كده بناخده فتره طويله شويه يتراوح من 15 ل 25 يوم على امل ان هو يخف من الموضوع ده ولكن وارد انه يتكرر تاني اذا الشخص ده مازال على نفس النمط الغذائي بتاعه تمام يا دكتور الحلقه النهارده كانت ممتعه جدا وكانت دسمه يعني اتكلمنا كتير عن الاطفال وتكلمنا عن كل حاجه تخصهم نتمنى ان يكون المشاهدين معانا استفادوا من ده وبنشكر حضرتك جدا يا دكتور دكتور عاصم العيسوي استشاري استشاري طب اطفال مدرس طب اطفال بمستشفى الطبيه العسكريه رئيس قسم الاطفال بمستشفى العجوز شكرا جدا يا دكتور لحضرتك وان شاء الله اكيد استنونا في حلقات تانيه جديده مع الدكتور باذن الله وشكرا شكرا معي. لحضرتك شكرا جزيلا وشكرا للساده المشاهدين شكرا شكرا, شكراً.